إذن أهلا وسهلا بكم في آخر فقرة من فقرات درس الوزن والكتلة، والتي سنتعرف من خلالها عن تغير شدة الوزن. إذن سبق وأن قلنا بأن الكتلة هي عبارة عن مقدار فيزيائي ثابت، يعني لا تتغير، أينما وجد الجسم تبقى كتلته كما هي، بينما شدة الوزن هو عبارة عن مقدار يتغير حسب تغير المكان. هذا ما سنحاول التعرف عنه خلال هذا الفيديو. إذا لكي نتعرف عن كيف تتغير شدة الوزن بي، سنقوم بقياس شدة وزن جسم في أماكن مختلفة من طبيعة الحال باستعمال جهاز الدينامو متر. إذن عندما قاموا بإنجاز هذه التجربة في أماكن مختلفة حصلوا على النتائج الظاهرة على الجدول. إذن هنا وضعنا المكان ثم شدة الوزن اللي كرمزوا لها ببي بدون متجهة، ووحدة شدة الوزن في النظام العالمي للوحدات هي نيوتن كما سبق وأن قلنا. إذن على سطح الاستواء لقوا 1.956، على سطح البيضاء لقوا 1.960، على سطح باريس لقوا 1.962، وعلى سطح القطب لقوا 1.966. بينما على باريس على علو، يعني ارتفعنا على السطح ديال باريس بواحد الارتفاع وقاموا بقياس شدة الوزن بي، فوجدوا 1.958. كملاحظة شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا ان شدة الوزن كلما انتقلنا من سطح الاستواء نحو سطح القطب تتزايد كتزيد. لاحظوا هنا كانت 1.956، بينما على سطح القطب أصبحت 1.966، والعكس صحيح، يعني كلما اتجهنا من سطح القطب نحو سطح الاستواء شدة الوزن تتناقص. باش نفهمه أكثر، إلى اعتبرنا هذه هي الكرة الأرضية، إذا خط الاستواء هو عبارة عن خط عرض يقسم الكرة الأرضية إلى نصفين. هنا على سطح الاستواء اختاروا لنا واحد المكان، لقوا بأن القيمة ديال شدة الوزن هي 1.956. ثم مشاو للسطح ديال الدار البيضاء، سطح الدار البيضاء خط العرض الذي يمر على سطح البيضاء يوجد فوق خط الاستواء. إذا مثلا كاين هنا لقوا 1.960. سطح باريس كاينه فوق سطح ديال الدار البيضاء، اذا مثلا هنا لقاو 1.962، وعلى سطح القطب هنا مثلا لقاو 1.966. اذا شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا كلما اتجهنا من خط الاستواء نحو القطبين سواء الشمالي او الجنوبي القيمة ديال شدة الوزن تتزايد، والعكس صحيح، كلما اتجهنا من القطبين نحو خط الاستواء شدة الوزن تتناقص. علاش شدة الوزن تتغير من خط عرض الى اخر؟ هذا الشيء غتعرفوه في المستوى المقبل في جدول مشترك علمي ان شاء الله بالنسبة للتلاميذ اللي غيتخصوا او اللي يتوجهوا لهذا التوجه. هذا واضح. كذلك الى قارنت شدة الوزن على سطح باريس مع باريس على علو غلقة، وكلما ابتعدنا على سطح الأرض شدة الوزن تناقصت، وبالتالي شدة الوزن تتناقص كذلك مع الارتفاع، أو كلما ابتعدنا على سطح الأرض. وبالتالي كاستنتاج نقول أن شدة وزن جسم تتغير حسب تغير خطوط العرض. إذن هنا راه الى قمنا بقياس شدة الوزن ديال الجسم على نفس خط العرض غلقوا نفس القيم، شدة الوزن لا تتغير على نفس خط العرض، فهي تتغير من خط عرض الى اخر، وتتغير كذلك مع الارتفاع. قلنا
إذن حسب تغير خطة العرض وحسب الارتفاع، بحيث قلنا فهي تتناقص كلما اتجهنا على سطح الأرض منين؟ من القطبين نحو خط الاستواء. هيا قلنا في الجدول راه باينه من سطح القطب نحو سطح الاستواء كنلاحظوا أن شدة الوزن تتناقص، كما أنها تتناقص كلما ابتعدنا عن سطح الأرض. هيا باينه هنا فاش خدينا سطح بارز ثم بارز على علو، فاش ارتفعنا على سطح بارز لاحظنا أن شدة الوزن تناقصت. واضح؟ كذلك إلى عقلتو راه قلنا بأن العلاقة التي تربط بين كتلة جسم وشدة وزنه هي P كتساوي لنا M فوج P شدة الوزن M الكتلة وج شدة الثقل. إذن هنا كنلاحظو بأن شدة الوزن وشدة الثقالة يتناسبان، والمعامل ديال التناسب في هذه الحالة هو الكتلة، وبالتالي ما سبق وأن قلنا بالنسبة لشدة الوزن كيبقى صحيح حتى بالنسبة لشدة الثقل. إذن شدة الثقالة حتى هي تتناقص كلما اتجهنا من القطبين نحو خط الاستواء على السطح ديال الأرض، وتتناقص كذلك مع الارتفاع. هادشي اللي كتبناه هنا على شكل ملحوظ. قلنا بأن شدة الثقالة على سطح الأرض ثابتة على نفس خط العرض. هادي عقلوا عليها، راهي إلا خدينا أماكن تتواجد على نفس خط العرض غلقوا بأن شدة الثقالة أو شدة الوزن ثابتة، فهي تتغير من خط عرض إلى آخر، بحيث هاد التغير شنو هو؟ تتناقص كلما اتجهنا على سطح الأرض من القطبين نحو خط الاستواء، والعكس غتكون كتزيد إذا اتجهنا من خط الاستواء نحو القطبين، هنا غنكتبو تتزايد. كذلك تتناقص كلما ابتعدنا عن سطح الأرض، كما أنها تتغير من كوكب إلى آخر. وهذا الجدول هذا كيلخص أو كيعطينا بعض القيم ديال شدة الثقالة في أماكن معينة. على سطح الاستواء هذه هي القيمة، سطح البيضاء، سطح باريز، سطح القطب، ثم على سطح القمر. لاحظوا في سطح القمر لقينا 1.63، هذه القيمة إلى قرناها مع هذه القيم غلقوا بأنها صغيرة بست مرات على هذه القيم، وبالتالي شدة ثقالة أو شدة وزن جسم على سطح القمر أصغر بست مرات من شدة وزنه على سطح الأرض. وبالتالي إلى هنا نكون قد أنهينا الدرس ديال الوزن والكتلة. أي واحد ما فهمش شي حاجة في هذا الدرس، عنده شي سؤال، ما يترددش يكتبوا لنا في لي كومونتير. وابتداء من هذا الفيديو سنقوم في نهاية كل فيديو ولا في كل تسجيل الختام بواحد القولة اللي تحاول تحثنا على طلب العلم والمعرفة، حيت في الحقيقة العلم هو السبيل الوحيد للعيش الكريم والإحساس بالسعادة. من بين هذه الأقوال الجميلة قالك لا يزال المرء عالما ما دام في طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد بدأ جهله. إذن ما دمنا في الحياة ونحن نتعلم، يعني كيف ما كيتقال يعني لا حدود للعلم، وبالتالي دمتم ودمنا للعلم أوفياء.